تتواصل أشغال إنجاز جسر مسافة 350 متراً طولي على مستوى المنبع الأزرق شمال النفق الأول الذي يدخل في إطار عصرنة منعرجات خراطة. المشروع يمتد على مسافة 8 كيلومتراً، ويعد من بين أهم المشاريع القاعدية التي استفادت منها الولاية في السنوات الأخيرة، بعدما وفرت الدولة غلافاً مالياً ضخماً لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يحتوي على عدة منشآت فنية ومرافق ذات صلة. وتم كمرحلة أولى غلق النفق الأول لمباشرة أشغال إعادة تهيئته بأحدث معايير السلامة والأمان، منها التهوية وأجهزة المراقبة والإنارة. وطالب الوالي في وقت سابق بالرفع من وتيرة الإنجاز، وكذا تعزيز الورشات بالوسائل البشرية والمادية من أجل تسليم المشروع في آجاله المحددة وفك الخناق المروري الذي يسجله هذا المحور.